هندسة في دولة زي مصر يقدر يحقق كده دي، لكن الحمد لله وعشان إرادتنا وعشان إحنا كنا قدامنا أهداف معينة قدرنا إن إحنا في الآخر نحقق المركز متقدم جدا. جامعات كتير كانت متخيلة إنه هيكون منافس ليهم مصر، ودي صورتين مختلفتين، الصورة للتكريم الفريق وحصل على المركز الثالث وهو عبد الناصر التكريم، والصورة الثانية للنموذج اللي شد فيه الفريق في مسابقة أمريكا. طبعا رعاة الفريق هو بالاساس بنك الاهلي المصري بالاضافه لشركه الفريق.